المعركة الماضية 1400 سنة تقريبا، أحسن حصان في الكرة والفرف في المعركة العربية هو الحصان العربي. فكل ما كان حصان أقرب للخيل العربية كل ما كان أحسن. فهم يحافظون على الدم بهدف الحصول على التركيبة العربية الأصيلة، لأن هذا المطلوب في المعركة والقتال في الحرب. زي الآن لو تقول كل ما كان الحصان أقرب للثوربيد فهو أفضل في سباق السرعة، من أسرع حصان في العالم حصان سباق السرعة، ويهتمون بدماء خيل السرعة. لكن ليش يهتمون بدماء خيل السرعة؟ لأجل السباق. فالأساس هو التركيبة، وتم الحصول عليها عن طريق الدم. في الوقت الحالي لا يمكن تطبيق الشيء هذا، انك ممكن تجيب حصان اصيل عربي مصري بولش جزيري الى اخره، ويجي اخر راس لو سابقت مع ثوربيد. هل العربي الاصيل الواو اصل من ناحيه الدم سلاله او ثوربيد؟ العربي. طيب ثوربيد فاز عليه لان تركيبته احسن في سباق السرعه. هذاك الحصان مثلا دم البارد فاز عليه في القفز لان تركيبته احسن في القفز. فالان تغير الموضوع، تغيرت قواعد اللعبه، اصبحت الان موضوع متشتت. من اول تبغى حصان عربي متكامل في السرعة، في الغارات، في الهجوم والهروب، وفي الكر والفرق في المعركة، وفي السباقات بعض الحالات زي دعس والغبرة وغيره. حاليا الموضوع انفصل تماما عن بعض، السرعة بالحالة والجماعة بالحالة والتحمل بالحالة والقفز بالحالة، والمعركة انقرضت. مما يعني انه ممكن يجيك حصان تركيبة خرافية دم خرطي، ممكن يجيك حصان تركيبة سيئة ودم جيد. لكن الاساس هو لا شك ان الدم بس بهدف الحصول على التركيبة. خلينا نقول هما وجهان لعملة واحدة في الماضي، حاليا الفصل بينهما لا بد منه حتى لو لم ترده. يعني بالنسبة لسؤال عضك الحصان لا تسوي تمارين، ركز فيما قلته بالتمارين. دائما اكرر نقطة لا تسويها لا تسويها لا تسويها، هذا ما افعله انا. يعني مثل لما تشوف الرجال اشرح له بالدوره فطبيعي بشرح له. بالنسبه للشيء اللي انا اسويه اسويه مع حصاني الخاص. انت لست مطالب بالشيء ذا، لانك حتى لو سويته كخطوات الحصان سلك لك. يعني انا ممكن اسوي نفس الخطوات ودقتي سيئه الحصان ما يزين. انا فقط اوريك مقطع وش الاشياء اللي اسويها مع حصاني. في المقطع الاخر قاعد اشرح للشخص في دوره، فطبيعي بشرح الاشياء اللي انا اسويها، قاعد اشرح طريقه ركوبي. لكن فعلك للشيء وانت لست جاهز له ينطبق عليه جميع الامور اللي كنت اقولها سابقا. كوني افعلها وكونها صحيحه في وضعي ما انها صحيحه في وضعك، ما انها خطا، بس ما انت بجاهز لها. طبعا قد تكون جاهز، ما انت بجاهز لها مع حصان ذا، بس جاهز لها مع حصان اخر. بالنسبه للفه العكسيه اصلا قلت في المقطع كم مره كررتها، سواء في مقطع الدوره او في مقطع حصاني، خطا تسويها. ان سويتها سوي في الطريقه الحبل الطويل زي ما شرحت للرجال. اما تسويها بنفس الاسلوب اللي انا سويته طبعا خطر جدا انك تسويها اذا ما كنت جاهز لها. فلا لا تسويها، اتعمق فيها على الاقل. وش افضل تدريب لوزن الفرس او تدريبات لوزن الفرس؟ ان كان قصدك وزن اللي احنا نقصده وزن، قصد الركوب الصحيح، طريقه الركوب الصحيح، يعني خلينا نقول لجعل الحصان مركوب بشكل اصح، هذا قصدك. باختصار تبدا من الالف وتنتهي بالياء، ما تضمر الالف والباء والتاء والثاء ثم تروح توصل للياء. باختصار لابد الحصان ما تنتقل للجود الا وتعاملك معه في البدوك جيد. هذا رقم واحد، خطوه واحد. خطوه رقم اثنين الشغل الارضي. اكثر الناس يحقرون الشغل الارضي، يتوقعون الشغل الارضي بس لنشات تعب الحصان وركبه. لا، الشغل الارضي هو انك كل شيء بتسويه في الركوب لابد تسويه في الجود. ابغى اوقف بسهوله بالركوب لازم اوقف بسهوله بالجود قبل. ابغى ارجع الحصان ورا وانا راكبه لازم اخليه يرجع ورا بسهوله وانا قاعده. ابغى ارد الحصان لو خاف وانا راكبه لازم ارد الحصان وهو خايف اثناء الجود. ابغى اتحكم بالحصان قدام الخيل، ورا الخيل، مع الخيل، حول الخيل، وانا راكب لازم اسوي الشيء ذا في الجود. ف 100% مما سافعله في الركوب يجب ان افعله في الجود اللي هو الشغل الارضي قبل الركوب، حسب دقتي وحسب ركوبي. هاي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه انك لما تركب الحصان ان واجهت مشاكل في حلول مؤقته لين تحسن دقته. طبعا كان عندك دقه صحيحه وخطواتك مشيت فيها صح مفترض انك ما تواجه مشاكل واضحه، لكن لو واجهت مشاكل بسبب عدم دقتك في حلول مؤقته ما تحل محل الدقه، لابد من الدقه تجمع الوقت، لكنها احسن من الخطا. وعلى راسها التوجيه. اي مشكله تواجهك مع الحصان وجه الحصان، وقف لف لفتين محلك ثم تحرك، لانها اول شيء حل مؤقت يعني احسن من الخطا، بنفس الوقت ما يضر الحصان. في الضرب والجلد واللواشه وغيره حلول مؤقته لكنها منطقيا تخرب الحصان زي الترويش وغيره. ممكن تلوش الحصان بخمس دقائق تدخل العربه، بكره يقاوم زياده، بعده يقاوم زياده، بعده ما يدخل البنج. على المدى الطويل خربت الحصان، لكن هذا الشيء ما ينطبق على التوجيه. فاي مشكله تواجه الحصان تواجهها مع الحصان اذا كنت تبغى توزنه حلها في التوجيه. طبعا لا شك ان توجيهك احسن من توجيهي اذا كانت دقتك احسن من دقتي. لو اتبعنا نفس الخطوات نفس التمارين لكن دقتك جيده دقتي سيئه، تلقى الحصان معي سيء وحصان معك جيد، معنا نفس الحصان نفس الادوات نفس الخطوات، لان الدقه لها دور.
لكن يبقى دقتي سيئة أو دقتي جيدة أن يتحكم باتجاه الحصان هو الحل، ليس الضرب، ليس العصا، ليس المهماز، ليس اللنشات، ليس الأمور الأخرى. الحين نقطع من سؤالك عن وزن الركوب، كنت تقصد وزن تضمير، سؤال آخر، نقطة أخرى. جهة الرقبة الثقيلة خلي دويرة العنان جهتها، نعم هذا قد ذكرت الكلام ذا أكثر من مقطع باليوتيوب، بس ما راح يحس فيها الحصان مرة إذا كان إلا إذا كانت دقتك مرة مضبوطة. لكن تركب ركوب صحيح مرة والحصان خفيف لدرجة إنك بصبعك الصغير توقف الدقريوس خفيف مرة، بحيث إنك لو حطيت الدويرة يمين حس فيها، حطيت الدويرة يسار حس فيها، أما إذا كان ركوب خطأ ما تفرق معاه، صار رقبته ثقيلة مرة. بس إذا كانت دقتك مضبوطة هذا اللي أفعله أنا تقريبا، طبعا أفعله لا شعوريا ما تعمد، بس ألاحظ نفسي أسويه لا شعوريا بسبب خفة رقبة الحصان طبعا. وش معنى اللفه بالضبط، لفه كبيره او ضيقه؟ طبعا تكلمت في النقطه قبل يوتيوب اخر مقاطع اللي حطيتها، في دويره وفي لفه. اللفه هي انك توقف الحصان تلف لفه كامله محلك، الدويره انك وانت ماشي تاخذ دوره. بالنسبه للدويره كل ما وسعها الحصان تحاول تضيقها، وكل ما ضيقها الحصان تحاول توسعها. بالنسبه للفه توقف تاخذ لفه كامله حوالين نفسك. الدويره واللفه انت تلف يسار عن طريق جر اليسار، وتلف يمين عن طريق جر اليمين. لما يتقدم الحصان بالوزن يكون موزون مره وعارف العنان، اصير الف اللفه العكسيه اللي هي اوقف الف لفه كامله يمين عن طريق جر اليسار، بحيث الحصان يلف كذا، يلف يسار وقبته على برا، او يلف يمين وقبته على برا، يعني يلف يمين وقبته يسار، او يلف يسار وقبته يمين. ثم اكرر نفس العمليه في الدوره، اخذ دوره كامله يسار بس ركبت حصان يمين، يعني اخذ دوره كامله يسار وانا جاره يمين دف دف يمين، ثم اخذ دوره كامله يمين وركبت حصان يسار. اسميها الرقبة الخارجية او كتف خارجي، التحكم بالرقبة الخارجية او كتف خارجي. فنقول دورة يعني انك تتحرك وانت ماشي، لفة انك توقف تاخذ لفة كاملة، عادية يعني انك تلف الحصان عن طريق الجهة اللي بتلف معها، تلف يسار عن طريق جر اليسار، تلف يمين عن طريق جر اليمين، عكسية اللي هي العكس، تلف يمين عن طريق جر اليسار، تلف يسار عن طريق جر اليمين. ما الفائدة من العكسية؟ انك تعلم الحصان انك متحكم بالرقبة الخارجية، انك اذا فعلت الشيء ذا بالفعل تتحكم بتوازن الحصان يستحيل ينطق لو خف. متى تسويها؟ لما يكون جاهز لها. لو سويتها وهو مجهز وش مشكله؟ ممكن يلعب او يشنع ويطيح عليك او يكسرك او تفكر قبته، يعني تصير نتيجه عكسيه. ماذا تفعل للتطور اذا اكتشف الحصان عدم دقتك؟ انسحاب تكتيكي. باختصار دائما اقول نقطه، الحصان لا يعرف قوته، او خلينا نقول الحصان لا يعرف قدراته. تفكر فيها، طفل صغير يدخل على فحل بري يكب عليه قطي بيبسين حاش حصان، الحصان هذا علميا ثابت انه قادر على قتل اسد لو صقله ورفسه، مما يعني ان الحصان ما يعرف قدراته، ما يعرف قوته. لو كان يعرف قوته كان موت الطفل وموتك معه. احنا اللي نعلم الخيل مدى قوته، احنا اللي نعلم الخيل مدى قدراتها، ان نتعامل معها تعامل خاطئ اثناء هروبها منه، فتبدا مع الوقت تعرف قدراتها، تعرف قوتها، تتخرب وتتطبع. فانت لما تسوي شيء معين انت ما انت مجهز له، الحصان يعرف عن طريق رده فعله ان ما عندك دقه، فسيستغل عليك الموضوع هذا. انا عندي كروت اكشف اذا طلبت مني اني اكشف، يعني انت عندك كروت انا عندي كروت، شفت النقطه هذه ما ادري كنت المقطع ولا في اليوتيوب. انت لما تطلب مني تكشف ورقه اكشف ورقه، انا كحصان اكشف ورقه اللي انت كشفتها، تكشف اكشف تكشف اكشف تكشف اكشف. فاللي يصير انه لما طلبت من الحصان يكشف ورقه معينه انظام انها عندك، يوم كشفها طلع ما عندك الورقه هذه، بيشتغل عليك الحصان، كل شيء بيرجع له. هذا ما اقصده، طبعا قد يكون كلامي سريع ومثل فلسفي بس خذ الفكره قصدي. انا عندي ورق، انت عندك ورق، لما اطلب منك تكشف ورقه المفروض اني ضامن ان عندي ورقه زيها. عندك جوكر عندي جوكر، عندك اكه عندي اكه. لما طلبت منك تكشف الجوكر، يوم كشفت الجوكر طلع عندي واحد او اثنين. ستستغل اي جوكر كل شوي، عرفت ان ما عندي جوكر. من المسؤول عن معرفتك ان ما عندي جوكر؟ انا. طب كيف انسحب الان؟ هنا مشكله طبعا، مع الخير الحصان عرف. انت نزلت مره واحده مشكله. وان حاولت اقاوم برضه بتعلم بس بخرب الحصان. فتسوي انسحاب تكتيكي عن طريق انك تقبل بنص حل. يعني مثلا فرضا دخلت الحصان مكان مخيف انا ما بجهز له. والحصان علم وضح اني دقتي مضبوطه، مثلا زي سؤالك موضوع العض، عضك. والله التنازل على طول خطا.
نص الوقت الاستمرار خطر وخطأ ممكن يخرب الحصان. فأقبل بنص لفة، ربع لفة، لفة واحدة من جهة واحدة، لفة كاملة مع عضة، يلا لفة واحدة في الطلعة كلها. فلا تنزل مرة لأن كذا الحصان يطبع يخرب. نص الوقت لو استمريت بخرب زيادة عن اللزوم حتى لو طولت مع الوقت. فنقول انسحاب تكتيكي عن طريق القبول بنص حل أو ربع حل أو الحل الممكن. خلينا نقول إن أمكن طبعا، أنت عارف شيء لا شعوري كله. أفضل طريقة للتبديل بالكانتر طبعا لكن تستعمل المهماز وطرق غربية وغيرها، الموضوع سهل جدا. تتحكم بالاتجاه ثم تدخل المهماز في الموضوع، يصير مع الوقت فقط باللمسة معينة المهماز يعطيك التوجيه، زي خيل الدراسات لما توجه تبدل مرتين ثم تبدل مرتين، هذا محصلة نهائية. طبعا الأساس في التعليم الحصان على التبديل بالشكل الصحيح هو أنك تهذب الحصان دوائر، الطرق العالمية المعترف فيها الصحيحة تهذب الحصان دوائر مكان مغلق. فلما تاخذ دورتين ثلاث يسار تغير الدورة تروح يمين، لما تلف يمين الحصان بيغير اتجاهه بدل. أثناء التبديل تعطيه أمر معين باليد وبالمهماز، فيصير مع الوقت لما تبغى يبدل كأنك بتلف، كأنك تاخذ الدورة تعطيه ربع دورة. يعني الخطوات كالتالي، تاخذ ثلاث دورات هذب فرضا، عقب ثلاث دورات هذب تبغى تلف يمين مرة ثانية، تغير الدورات الهذب يسار إلى الدورات الهذب يمين. فدرت واحدة ثنتين ثلاث، الآن بدور يمين. لما جيت أدور يمين حصان لا شعوري بيبدل أصلا من نفسه. أنا أثناء تبديله دخلت له أمر اللفة بيدي، سواء تطليع على برا أو تنزيل على تحت مع دقة مهماز. بتلف يمين فبتدف الحصان بالرجل اليسار عن طريق القفص الصدري أو على جنب، ورجل اليمين تكون ما لمسة القطعة بورا، فتصير طلعت اليسار ورجعت اليمين أو العكس، طلعت اليمين ورجعت اليسار. يصير الحصان مع الوقت لما تبغى يبدل كأنك بتلف، أنت هذا بقدام كأنك بتلف، تعطي أمر كأنك بتلف يمين مع المهماز يصير يبدل. لكن لما تركز الحصان يبدل المحصلة النهائية بعد أشهر أو حتى سنين من تدريب تلاحظ الحصان يبدل بالشكل هذا. بس شوف وضعية الخيال، تلقى الخيال كان يلف في الحصان، كان يرقص مع الحصان خلينا نقول، لأنه باختصار أساس الموضوع مبني على التوجيه. بس بيركب ركوب خاطئ وبس بهذلة يوقف حصان يحركه، يوقف حصان يحركه، يوقف حصان يحركه لين يبدل. بالنسبة للركوب الصحيح في نظري ما تتدخل بتبديل حصان، الحصان اللي ركبت ركوب صحيح من نفسه يبدل. عدم تبديل الحصان إلا عن طريق الأمر يدل أن ركوب الخيال خطأ فأجبر الحصان على عدم التبديل. والدليل القطعي على النقطة هذه أن الحصان نفسه لو ما كان عليه خيال كان بدل، الخيل من نفسها تعبت تبدل، لكن بسبب سوء ركوبك ممكن ما تبدل، فتضطر أنك أنت تبدلها. أنت تبدلها ممكن تسوي صح ممكن تسوي خطأ، فكيف تسوي أهم مجرد فعله. كيف الصح؟ عن طريق الاتجاه. أنت إذا غيرت اتجاه الحصان غصب يبدل، فيصير مع الوقت يعرف أني كني ببدل اتجاهك بس في آخر لحظة تراجع عن قراري، فصير يعرف خلينا نقول